هاد الوقفه اللي واقفين العاملات حين تشكانوا عندنا شي وحده وضل خدام معنا يامس وتسوقنا الاخبار اليوم بان هاد الدواء تهيايا يعني من المخالطين. صبحنا دابا هنايا ما غتصبحش عندنا بؤره، غتولي فوق بؤره الفوق. داكشي علاش العاملات كيطالبوا بالتحاليل لا غير، ما مطالبين بحتى شي حاجه، طالبين بالتحاليل حتى حنا نعرفوا روسنا واش مراد ولا صحاح. ما يمكنش المراه كتضل هنا حاسب كيديها غير اللي تنعس ونهار اخر كتصبح هنا خدامه يوميا وغتدي المرأة تنقل العدوى لوليداتها، راه حشومة. عندنا والدينا عندهم أمراض مزمنة، عندنا وليداتنا ما كيخرجوا كاع، حنا غندو لهم وباء. اللهم كنطالبوا ومن المسؤولين ديال المدينة يتدخلوا في هذا الوباء في هذه الساعة تاع دابا، يتدخلوا تدخل سريع باش يدار لي زاناليز لهاد العيالات، لأن النساء في عرضة وحالة نفسية. من البارح من تسوقنا الخبر 55 حالة وراءها شحال المخالطين من العائلات ومن اولادهم ومن كل شيء، يعني ما بقيناش قدرنا ناكلوا، الماكله ما بقاتش دخلت لينا الكروشنا. علاش؟ خلعه نفسيتنا دمرت، حنا خاصنا لي زاناليز يداروا لينا. هذا الشيء اللي مطالبين العيالات فقط. كنا خدامين تخرجوا من الشارع كيف غنشدوا ولدي جرى عليا، قال لي سيري خدامه في الجيش. طالبوا التحاليل. انا مريضه ما كان لا انا خطريت وكنت كواسه من بعد. هاد النساء راه كيطلبوا بالتحاليل ما كيطلبوا حتى شي حاجه. للاسف شديد نسجل مره اخرى الغياب ديال النقابات المختصه في هذا القطاع. النقابات كتختص انها كتشد من هاد النساء البطء ديال الانخراط، نهار الانتخاب كيشدوهم في الكيران كيدوهم يصوتوا. غياب المستشارين والبرلمانيين لهاد العيالات اللي صوتوا عليهم اللي كانوا نقلوهم في الكيران والحافلات وصوتوا عليهم، مفروض عليه انك تازرهم. راه عيب وعار كما كيقولوا بالعاميه، هاد الناس كليتهم اللحم ولحتهم عظم. هانتوما العيالات راه ما كيطلبوا شي حاجه، كيطلبوا على اساس انهم يديروا التحليله. وهاد النساء راه كل اغلب ديالهم في الاحياء الشعبيه، هادو راه كل مره يطلعوا تقدم على الجزائر مع الخضار مع كل شيء. وداك الشيء اللي كنا حضرنا منه المسؤولين في الاول قلنا اسفي سيصبح بؤره ديال فيروس كورونا، احنا وصلنا ليه للاسف الشديد. نتمناو من المسؤولين وكذلك الناس المختصين في هذا القطاع هذا انكم تحملوا مسؤوليتكم. سيروا خرجوا سيروا لديوركم، الحل ماشي هو هذا. هما مسترين على هادشي، السيده فيها الكورونا مع خواتاتها ودروك عيطوا في التليفون قال لك خدها في هادشي ديال الكورونا، ولكن هاد السيده معاهم. علاش هاد السيده معاهم ما يهزوش هاد الناس يديروا التحاليل؟ راه ما يمكنش 400 مرة وكدير التحليل على 5 الناس، ندوا 10. جاو داروا التحاليل فعلا، جاو الناس مسؤولين داروا غير اللي وجيات، هزوا 5 الناس. الوزير الاخر هزهم من 5 ناس، حنا هزهم عندنا 3، يعني راه حنا في خطر. هاد الناس بغاونا مني كان عندهم ما يدار. طلبوا بينا راه 32 عام كنخدم معاهم، عندي 17 عام انا في السلامه، راه كنشوف 52 عام. واني باش يقول لك برا ماشي حل. كيطالبوا على التحاليل، حنا بغينا على التحاليل. هاد الناس ما بغيناهم يعطونا على التحاليل. كامل محقور واسفي كامل محقور. لا اله الا الله محمد رسول الله. كان في المدن الاخرين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.